الأخبار. مجلس وزاري مضيق حول التنمية في ولاية تطاوين يقر الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصة بشركة البيئة والغراسة والبستنة. رئيس الجمهورية يدعو إلى مراجعة التعيينات ويدعو رئيس الحكومة إلى مراجعة التعيينات الأخيرة. ارتفاع نسق انتشار فيروس كورونا في بلادنا، ووزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على التلقيح لدى النزلة الموسمية لجريب، وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفاتها. وإصدار بطاقتي داع بالسجن في حق 2 من المتهمين 5 في العملية الإرهابية الأخيرة بأكودة من ولاية سوسة. نشرة 7 صباحا الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، يقدمها لحضراتكم مكرم الهداجي، تحية طيبة وأهلا بكم. أقر مجلس وزاري مضيق بشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي انعقد أمس وخصص للنظر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي بولاية تطاوين، أقر جملة من الإجراءات لفائدة ولاية تطاوين تتمثل فيما يلي: الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصة بشركة البيئة والغراسة والبستنة والمقدرة ب 500 موطن شغل. تكليف فريق عمل متكون من ممثلين عن الوزارات المعنية تكون مهمته حل كافة الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تفعيل بند الاتفاق المتعلق بتمويل صندوق الاستثمار وبقية المشاريع المعطلة بجهة تطاوين، على أن يتحول هذا الفريق مطلع الأسبوع القادم إلى الجهة ويمكث بها إلى حين حل الإشكاليات المذكورة بصلاحية تقريرية ودون الحاجة للرجوع إلى الإدارة المركزية. مراجعة كافة التراخيص المسندة لاستغلال مقاطع الجبس بالجهة وإمهار أصحابها إلى نهاية عام 2020 للانطلاق الفعلي في الاستغلال أو سحبها وإعادة منحها مع مراعاة الأولوية لأبناء الجهة. الترفيع في برنامج المسؤولية المجتمعية في نسخته الثانية من 15 إلى 18 مليون دينار. إمضاء الاتفاقية الخاصة بتمويل الجمعية الرياضية بالجهة من قبل المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية مع الترفيع في مقدارها ب 50%. هذا وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي خلال الاجتماع التزام الدولة بتعهداتها حرصا على الحفاظ على مصداقيتها مع الرفض المبدئي لكل وسائل الضغط باستعمال الثروات الوطنية باعتبارها ملكا لجميع التونسيين. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي بقصر قرطاج أن عددا من الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جارية أمام المحاكم، داعيا رئيس الحكومة إلى النظر في تاريخ هؤلاء الذي وثقته اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد. بالنسبة إلى عدد من التعيينات، جانب من الشخصيات التي تم تعيينهم في المدة الأخيرة مطالبون للعدالة، أجرموا في حق الشعب التونسي وليس لهم مكان اليوم في الدولة التونسية، هذه قضاياهم لازالت جارية أمام المحاكم ولا يمكن أن يتحملوا مسؤولية داخل الدولة. رئيس الحكومة مطالب بالنظر في تاريخ هؤلاء. وقال رئيس الجمهورية أن هنالك من يتربص بالدولة وأشخاص مطلوبون للعدالة ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التي يتحصل عليها بعض الموظفين السامين، مؤكدا أنه سيضطر إلى اتخاذ إجراءات. لا وجود لأي شخص فوق القانون بما في ذلك رئاسة الدولة. هناك من يتربص بالدولة أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الأمور للمرحلة القادمة. هناك أيضا أشخاص مطالبون للعدالة وباعترافهم، هناك عشرات المليارات في الخارج ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة أو في الزيادة في أجور الولاة أو في الزيادة في الامتيازات التي يتحصل عليها بعض الموظفين السامين. كل هذا لن يقع القبول به. هناك كما قلت إجراءات سأضطر اضطرارا لاتخاذها. أعلنت وزارة الصحة خلال ندوة صحفية أمس خصصت لتسليط الضوء على مستجدات الوضع الوبائي لجائحة كوفيد-19 بتونس، أعلنت تسجيل 1219 حالة إصابة جديدة بكورونا في اليومين الماضيين مع ارتفاع عدد الحالات المستوجبة للإيواء بالمستشفيات.
المنسقة الوطنية لبرنامج مقاومة فيروس كورونا والمتحدثة باسم وزارة الصحة نصاف بن علي شددت في هذا السياق على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية لتطويق انتشار الفيروس. 12479 حالة إيجابية، العدد الجملي الوفيات بلغ 174، عدد المرضى الذين يتم التكفل بهم حاليا بالمستشفيات هم 256، عدد المرضى حاليا بأقسام العناية المركزة 72، وعدد المرضى حاليا تحت جهاز تنفس الاصطناعي 26. نسبة وقوع الجائحة هذه في تونس تفوت 50/100,000 ساكن في عدة ولايات. تميز الحالة الوبائية بتصاعد تسجيل الحالة وبالانتشار هذايا متاع الفيروس. أهم معطى عنا أنه حاليا بدينا نسجلوا ارتفاع في عدد الحالات اللي تستوجب الإقامة بالمستشفى وإلا الإقامة تحت العناية المركزة. هذايا ما يخلينا نرجع ونقولوا اللي في الفترة هذه إذا كان نحبوا نخلطوا إلى تقليص في السرعة متاع الانتشار متاع الفيروس هذايا، ما عناش حتى حل إلا تطبيق الإجراءات الوقائية بصفة صارمة. وأكدت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن أقسام الإنعاش المتوفرة بالمستشفيات العمومية وبمساحات القطاع الخاص لا تشهد ضغطا في الفترة الحالية، وأنه يتم يوميا تحيين طاقة استيعابها لمزيد أحكام التنسيق بين الهياكل المختصة بالوزارة وأقسام الإسعاف الطبية الاستعجالية. ودعا عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومدير معهد باستور الهاشمي الوزير إلى الإقبال على التلقيح ضد النزلة الموسمية لجريب وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفاتها، على غرار المسنين والمصابين بأمراض مزمنة للتقليل من خطورة التعرض للفيروسات. الناس اللي يعملوا حالات اللي تنجم تتعكر كيف كيف في الجريب وفي الكورونا فيروس هما الناس اللي متقدمين في العمر، الناس اللي عندهم امراض مزمنه، امراض صدريه، امراض القلب والشرايين، السكري، السمنه. لتفادي مرض جريب يجب تلقيح الفئات هذه، وهذا باش يسهل للطاقم الصحي، على خاطر وقت اللي بيجي الابيديمي نتاع الجريب يبداو الناس ملقحين باش تسهل توجيه المرضى للتحاليل اللازمه. اضافه الى هذا ينجموا راهو كي تبداو زوز فيروسات متواجدين يتنجم تصير احنا نقولولها كوانفيكسيون، معناها فرد انسان ينجم يعمل الجريب وينجم يعمل كورونا فيروس، كان يجيو زوز فرد وقت تعكرات تزيد تكبر. وأكد مدير معهد باستور توفر التلقيح أو تلقيح بكميات لازمة بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية والصيدليات الخاصة. وأعلن في هذا الخصوص أن إدارة الصحة الأساسية بوزارة الصحة وفرت 310,000 جرعة من التلقيح سيتم الشروع في استعمالها انطلاقا من بداية شهر أكتوبر المقبل، ومن الممكن التزود بكميات إضافية منها إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. في تطورات الوضع الوبائي في الجهات وفي أعلى حصيلة سجلتها الولاية، أعلن أمس في المنستير عن 107 حالات إصابة بفيروس كورونا. في غضون ذلك تواصل مكونات المجتمع المدني بلجي احتجاجاتها تحت شعار المنستير تنزف، مطالبين وزارة الصحة بالتدخل من أجل تدعيم القطاع الصحي بهذه الجهة. كما سجلت أمس ولاية سوسة 4 حالات وفاة بكورونا، ليرتفع عدد الوفيات نتيجة الإصابة به إلى 25 حالة وفق رئيسة مصلحة الإعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة. وأضافت أنه تم تسجيل 72 إصابة جديدة بالوباء، وفي الكاف أعلنت الإدارة الجهوية للصحة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا. أصدر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس أمس بطاقتي دعا بالسجن في حق 2 من المتهمين 5 في قضية العملية الإرهابية بياكودا التي جدت في 6 من الشهر الجاري، فيما تم الإبقاء على 3 الآخرين في حالة صراحة. تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بالقيروان الجنوبية أمس من ضبط عنصر تكفيري مفتش عنه لفائدة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي. كما تبين أن هذا العنصر مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بالقيروان من أجل محاولة القتل، ومحكوم عليه بسنتين وثمانية أشهر سجنا وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية. أسفر اجتماع المكتب التنفيذي المنتخب للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أمس بمقر النقابة عن توزيع المهام داخل المكتب بالتوافق بين جميع الأعضاء، وأسفر عن اختيار محمد ياسين أجلاصي رئيسا للنقابة وأمير محمد نائبا للرئيس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.
في جولة أخبار العالم، اعتبرت منظمة العفو الدولية أمنستي في تقرير أن عشرات آلاف اللاجئين والمهاجرين في ليبيا محاصرون في حلقة مفرغة مروعة من الانتهاكات مناشزة الاتحاد الأوروبي إعادة النظر بشكل كامل في تعاونه مع السلطة الليبية في هذا الملف. على الميدان، قالت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر إنها قتلت زعيم تنظيم داعش الإرهابي في شمال إفريقيا خلال غارة بمدينة سبها الصحراوية الجنوبية هذا الشهر. أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بولاية ورقلة الغنية بالنفط جنوبي البلاد، موضحة أن الإرهابي الذي قتل الأحد الماضي في عملية للجيش كان بصدد تنفيذ عملية انتحارية. تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفض تسليم السلطة سلميا عقب انتخابات نوفمبر حال خسارته، وذلك خلال كلمة من البيت الأبيض أمس الأربعاء. ومن أخبار كورونا، تجاوزت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم 32 مليون إصابة، وعدد الوفيات يقترب من 980 ألف حالة وفاة. أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس تسجيل 121 حالة إصابة جديدة بالفيروس و16 وفاة، مقارنة مع 113 إصابة و19 وفاة يوم الثلاثاء. في فرنسا، وبعد تسجيل أعداد قياسية للإصابات بالوباء تجاوزت 13 حالة أو 13 ألف حالة إصابة في 24 ساعة الماضية، الحكومة الفرنسية تقر إجراءات جديدة صارمة لمواجهة التفشي السريع لهذا الوباء. والولايات المتحدة الأمريكية تحصي أكثر من 200 ألف وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات عتبة 7 ملايين إصابة. بهذا مستمعينا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وإليكم تذكيرا بعناوينها. مجلس وزاري مضيق حول التنمية في ولاية تطاوين يقر الانطلاق الفوري في إجراءات انتداب الدفعة الأخيرة الخاصة بشركة البيا والغراسة والبستنة. رئيس الجمهورية يدعو رئيس الحكومة إلى مراجعة التعيينات الأخيرة. ارتفاع نسق انتشار فيروس كورونا في بلادنا، ووزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على التلقيح لدى النزلة الموسمية لجريب، وخاصة لدى الفئات الأكثر عرضة لمضاعفاتها. وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق اثنين من المتهمين الخمسة في العملية الإرهابية الأخيرة بأكودة من ولاية سوسة. نهاية هذا المعدل الإخباري المفصل. حاتم بن عمارة وكامل الفريق يواصلوا معكم المشوار بعد قليل في يوم سعيد، مع أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق الصحفي والتقني. نلقاكم بخير.